الكتابة كتبها بعض الناس وهي ثابتة، وقضية أبي شاه مشهورة، اكتبوا لي أبي شاه. نعم. فأمر بعض الصحابة أن يكتبوا له لأنه كان لا يقرأ ولا يكتب، فكتبوا له. ثم إن بعض الكتب والرسائل وسميها كتب، هي بمعنى أنها يعني تحمل أحكاما، وجدت عند بعض الصحابة أسنان الزكاة مثلا وغيرها، وكتبت على عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نعم أن قضية العرب كانوا يعتمدون على مسألة الحفظ وليس على قضية الكتابة، هم أمة أمية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا الشهر هكذا، فنحن أمة أمية، هذا الأصل فينا، ولذلك احنا اعتمادنا على الأدمغة، ولذلك تاريخنا حمله الشعر. عزيز. والشعر كان يعني كثير من الناس يحفظه من أول مرة. نعم. أول مرة يسمعونه. نعم نعم. وقضية نعم في معلقات يعني ما وليس هكذا. معروف. نعم. لا وكانوا يحفظه قبلها. كانوا يحفظه بعض الناس من أول ما يسمعه، وقصيدة طويلة عريضة يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني استمر الأمر هكذا. نعم. والشاعر نفسه أنت لما يجلس، وقصة جرير مشهورة، هذيك اللي أراد أن يعيب فيها أو أن يذم فيها هكذا خليفة بن نمير. نعم. نعم. يعني بات ليلة يتقلب في فراشه، وحتى إن بعض النساء يعني ربما فتحت عنه الباب فجأة وكذا، فيعني استغربت وجدته يعني شبه عار، قالت لهم هذا صاحبكم مجنون. فالناس اللي يعرفوا الشعراء قال لا ليس مجنونا، لابد وأنه سيخرج علينا بشيء عظيم. وفي الصباح تلا عليهم قصيدة في 80 بيتا منها يهجو فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. نعم. وهذه خلت القبيلة بأكملها تتأثر وترحل. يا الله. بيت واحد من الشعر كانوا حساسين. توا العرب ما عادش يحسوا. يهجوهم بيتهم ما يهجوهم الآن يحتلونهم.